بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة راح نتحدث عن Time Domain Analysis وشلون نتعرف على استجابة الأنظمة في Time Domain. حقيقة هذه المحاضرة والمحاضرتين القادمة كلها راح نحاول نغطي هذا الموضوع. موضوع Time Domain Analysis هو من المواضيع المهمة في عالم السيطرة، بس الأهم من عنده أنه شلون نقدر نلقي Mathematical Model للأنظمة مالتنا. إذا لقينا Mathematical Model للسيستم وهذا الجزء العقد، راح نقدر نشوف استجابته لإشارات مختلفة. حقيقة بالطبيعة الإشارات ما تتبع دالة معينة، بس إحنا على مود نحاول نفهم هاي الأنظمة راح نجرب إدخال إشارات معروفة. الإشارات المعروفة اللي راح نستخدمها هي Impulse Response، Step Response، Ramp وهكذا. تذكير إلى الإشارة Step Response. الستيب فانكشن، الستيب فانكشن تكون قيمتها 1 اذا كان التايم اكبر من 0، اكبر او يساوي 0، لاحظ، وقبله قيمتها تكون 0. اذا في لحظه معينه انت شغلت مفتاح وبدا ينطي قيمه 1. اما الامبلس فانكشن فهي قيمتها تكون عند الصفر، قيمتها الى ما لا نهايه، وباي مكان ثاني في قيمتها 0. الرام فانكشن الار اوف تي تكون قيمتها تي، اي انه هي عباره عن اشاره رام، السلوب مالتها تي، السلوب مالتها 1. اذا تشوف هنا تعوض 1 يطلع لك 1، وتقطع التايم دومين بالنقطه الاوريجين. اشاره ثالثه يسموها بالاكسلريتد فانكشن، وهي ار اوف تي هي نصف تي سكوير، نصف تي سكوير. لاحظ الاشاره تكون بهذا الشكل. لو اشتقيت الاكسلريتد فانكشن راح يصير عندك 2 تي على 2 يعني تي، اي ان مشتقة الاكسلريتد فانكشن هي الرام، اما مشتقة الرام فهي الستيب، ومشتقة الستيب فهي الامبلس. هاي العلاقة بين الدوال، واحنا ليش اختارينها بهذا الشكل. نجي هسه نتحدث على السيستم تايم ريسبونس. الحقيقة استجابة اي دائرة يكون متكونة من جزئين، الجزء الأول يسمونه بالترانزيت ريسبونس، أما الجزء الثاني يسمونه بالستيد ستيت ريسبونس. الترانزيت ريسبونس هو استجابة لحظية للسيستم، أما الستيد ستيت ريسبونس هي استجابة السيستم بعد مرور فترة طويلة. أي أن كل إخراج أو كل ريسبونس من السيستم متكون من هاي الجزئين، هو الاستجابة اللحظية والاستجابة بعيدة المدى اللي يسمونها بالستيد ستيت أو بعد الاستقرار. تمام. We say that a control system is equilibrium if the absence of any disturbance or input, the output stay the same state. يعني لو كانت السيستم مستقر، إذا كانت نقول على السيستم متزن أو equilibrium، في حالة أنه غياب أي إدخال أو disturbance خارجي ليس هنا، اللي يكون الأوتبوت مستقر. يعني إذا ماك أنبوت الأوتبوت يكون مستقر، بالتالي نسمي السيستم مستقر. طبعا المشكلة الترانزيت اللحظي في لحظة تكون سبب الأساسي هو وجود عناصر خازنة للطاقة energy storage element مثل الملفات والمتسعات في الدورة الإلكترونية. A linear time invariant control system is stable if the output eventually comes back to its equilibrium state when the system subjected to the initial condition, and is critically stable if oscillation of the output continue forever. يعني نقول على السيستم مستقر إذا الأوتبوت ما ترجع إلى قيمة الاستقرار بعد زوال الأنبوت، وإذا ما رجع وبقى في حالة oscillation وتذبذب فهذا السيستم يكون critically stable or unstable. مفهوم الابسوليوت ستابيليتي از ويذر ذا سيستم از ستيبل اور انستابل، يعني هذه اللي يسمونها ذا سيستم از انستابل اف ذا اوتبوت دايفيرج ويزاوت باوند فروم ذا ايكويليبريم ستيت وان ذا سيستم از سبجكتد تو انيشال كونديشن. يعني اذا السيستم الاخراج مادته دايفيرج ابتعد عن القيمه المخطط لها فهذا السيستم غير مستقر. نجي نتعرف هنا على الستيدي ستيت ايرور. شنو معنات الستيدي ستيت ايرور؟ الستيدي ستيت ايرور
هو الأرر اللي يحصل بالسيستم بعد مرور زمن طويل من الاستجابة مالته، هاي في تي تقترب من الانفينيتي. The steady state error of a system response is defined as the discrepancy between the output and the reference input when the steady state t يقترب من infinity is reached. إذن هو الفرق بين القيمة الريفرنس وما بين الاوتبوت اللي تحدث بعد مرور زمن طويل t يقترب من infinity. Any physical control system inherently suffers steady state error if the response to a certain type of input. A system may have no steady state error to a step function input, but the same system may exhibit non-zero steady state error for a ramp input. يعني ممكن تصمم سيستم مثلا وتدخل اشاره step function وتشوف ما بي error، بس بعض الاحيان تدخل اشاره ثانيه راح يكون بي steady state error. على مود نفهم steady state error وشون التاثيرات مالته، فنبدي نشوف الامبلس ريسبونس فانكشن ونتعرف على هذه الاشاره. الامبلس ريسبونس فانكشن مثل ما تعرفون انه الترانسفير فانكشن لاي سيستم هي الواي اوف اس على الاكس اوف اس، الاخراج على الادخال. لو كانت الادخال مالتنا امبلس فانكشن، فباللابلاس دومين راح تكون قيمتها واحد، واي اوف اس راح يكون جي اوف اس في واحد، وبالتالي راح يكون اخراج السيستم يسمونه بالامبلس ريسبونس فانكشن. هذه الملاحظه مهمه جدا، اي انه لو رد تحسب الترانسفير فانكشن مال اي سيستم، مجرد انه ادخل له امبلس فراح تكون الاخراج مالته هو نفس الترانسفير فانكشن. اذا الامبلس ريسبونس فانكشن شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الترانسفير فانكشن للسيستم نفسه. راح ناخذ مثال اخر على هذا الشيء ونشوف شلون. Given g of s 1 على s plus 1, find y of t for impulse input. يعني عندنا system ال g of s مالته 1 على s زائد 1، وريد نحسب ال impulse response مالته. بما انه الدالة impulse فاللابلاس مالتها راح يكون 1، اذا y of s راح يصير ال input في ال transfer function هذه 1، فراح يصير 1 على s زائد 1. لو اخذنا لابلاس transform لهذا ال y راح تكون الاخراج هو اي اس ماينس تي. هذا السيستم طبعا من الدرجه الاولى 1 على اس زائد 1 مثل ما شفتوا. لاحظوا لما انطيته امبلس راح يصعد للقيمه بسرعه عاليه جدا ويبدا ينخفض الى ان يوصل للصفر. زين، هسه سؤال انه لحظه، هذا كل هذا الاخراج هو باعتبار يعتبر ايرور هنا، بس هذا يسمونه بالترانزيت ايرور، لان المفروض كان الاخراج 1 في لحظه الصفر وبعدها يختفي، بس بالحقيقة هو ما راح يختفي وريب ينخفض إلى أن يوصل إلى قيمة معينة، وهذا يسمى بالترانزيت إرر. أما الستيدي ستيت إرر هو إخراج السيستم بعد مرور زمن طويل، وإذا عوضنا هنا إي إس ماينس إنفينيتي راح يكون صفر، أي أن الستيدي ستيت إرر لهذا السيستم هو قيمته صفر. راح نجرب لنفس السيستم، بس هالمرة راح لنفس السيستم راح نجرب نحسب اليونت ستيب ريسبونس. طبعا هو هذا السيستم هو نفس السيستم اللي قبله. حسبنا الريسبونس للامبلس، وهسه راح نجرب نحسب لليونت ستيب ريسبونس. يو اوف تي هي 1 باعتبار لانه عندنا يونت ستيب وبالقيمه تي اكبر من صفر، والاوتبوت راح يكون صفر لاي قيمه اقل من صفر، وطبعا هاي بيشرح لنا هنا اشاره اليونت ستيب. اللابلاس مال الواحد هو 1 على اس، وهذه الانبوت سيجنال. بعد ان حسبنا الترانسفير فانكشن لهذا السيستم راح نضربه في الانبوت اللي هي 1 على اس، فراح يكون الاخراج هو الترانسفير فانكشن في الانبوت، فتصير الداله بهالشكل. هنا هسه هذا الاخراج بالاس دومين، لا نحتاج رجعه للتايم دومين حتى نقدر نحلله باعتبار احنا موضوعنا هو تايم ريسبونس سيستم. زين، على مود نبسط هذه الداله ونرجعها للفريكونسي دومين التايم دومين العفو، نحتاج نستخدم طريقه البارشال فراكشن اكسبانشن. طريقه البارشال فراكشن اكسبانشن اللي مين ذكرها، راح نحاول نحول هاي الداله من ضرب الى جمع، وراح نفرض متغيرات بالاعلى. طبعا اذا كانت الداله من الدرجه الاولى راح نفرض بس متغير ثابت، واذا كانت من الدرجه الثانيه
وراح تمر علينا بعدين راح نقدر الفرضية راح تكون تختلف. بس هسه ناخذ هذا المثال اللي جاي نحلله. عندنا اي على تي اس زائد 1 زائد بي على اس. لحساب قيمة الاس لازم نتخلص من المقام مالته. فيقول لك الاي هو الليمت اس تقترب من هذه القيمة. هاي القيمة من جبناها؟ هاي القيمة هي اللي يصفر هذا المقدار. لاحظ هذا المقدار يصفر في حالة انه عوضت بكل اس ماينس 1 على تي. يعني بكل بساطة تاخذ هذا المقدار تساويه بالصفر وتحسب قيمة الاس اللي صفره. وتأخذ الليمت الاس يقترب من ماينس 1 على تي. بعد ان تاخذ هاي الدالة وتتخلص من تي ماينس اس تختصر من البسطن من المقام راح تطلع عندنا قيمة الاي هي ماينس تي. اما البي فهو ليمت الاس يقترب من الصفر. البي حقيقة المقام مالت اس والقيمة اللي صفر الاس هي الصفر. لو حذفنا الاس من الجهتين وعوضنا بالاس صفر راح تطلع عندنا قيمة البي 1. بعد ان قسمنا قيمة الاي والبي راح نرجع نعوضهم هنا. فبدل كل اي راح نخلي ماينس تي وبدل كل بي راح نخلي 1. تصير عندنا الدالة هالشكل. لو اخذنا لها لابلاس انفيرس راح تصير العملية بسيطة اعتبار العملية جمع وليس ضرب. لابلاس 1 على اس هو 1 ولابلاس 1 على اس زائد 1 على تي هو اكسبوننشال ماينس تي وهذا السالب راح ينزل. اذا الريسبونس مال هذا السيستم راح يكون بالشكل التالي 4t طبعا اكبر او تساوي 0 1 ناقص اي اس ماينس تي على تي. لو رسمنا هاي الداله راح نشوف انه الستيب ريسبونس الفيرست اوردر سيستم هو بهالشكل. يعني الريفرنس بوينت هي ستيب السيستم ما يقدر يصير ستيب مباشره وانما راح يبدا ينمو يكبر يكبر الى ان يوصل يصير ستيب. ممكن يصير ستيب وممكن يصير اقل من عندها بشويه اعتمادا على الستيدي ستيت ايرور. سرعه الصعود السيستم واستجابته حتى يوصل الى هاي القيمه المطلوبه هي راح نحسبها باشتقاق هاي الداله وتعويض بالتي صفر. بعد اشتقاق الداله وتعويض بالتي صفر راح يطلع لنا السلوب او سرعه السلوب مال الداله هذه هي 1 على تي. لو ردنا نخلي السيستم هذا الاستجابه مالته جدا سريعه كل ما هنالك نعوض نخلي قيمه صغيره للتي. لان لاحظوا هسه هنا لو عوضنا تي تطلع لنا هاي القيمه عوضنا 2 تي طبعا انا دا اقصد اعوض بهاي الداله تطلع لنا هاي القيمه. ففرضا لو قلنا التي هو 1 سكند انه اخراج السيستم بعد 1 ثانيه راح يكون قيمته 63% 0.2 من القيمه الاصليه. وكل ما زاد الزمن يعني بعد 5 سكند راح يكون هيك اخراجه. لو خليت التي مثلا 1 ملي سكند راح يصير السيستم طبعا استجابته اسرع. التي تحدد العناصر الالكترونيه اللي موجوده بالدائره. هنا كيفيه حساب الميل مال الاشاره تي صفر اخذنا الاوتبوت واشتقيناه وعوضنا كل تي صفر فطلع لنا 1 على تي. هسه نجي هنا اذن هذه منطقه انتقاليه بس نحاول نعرف الستيدي ستيت ايرور وهو اخراج السيستم بعد مرور زمن طويل. لو عوضنا بالتي انفينيتي فراح يصير اي اس ماينس انفينيتي اي صفر ومعناته السي اوف تي راح يصير قيمته 1 اي ان بعد مرور زمن طويل راح يكون الادخال مثل الاخراج والستيدي ستيت ايرور راح يكون قيمته 0. لنفس الداله راح نحسب اليونت رامب ريسبونس يعني اخراج اليونت رامب ريسبونس. الرامب مثل ما حكينا قلنا الارت اوف تي هي تساوي لنا تي لكل تي اكبر او يساوي صفر. لو اخذنا لابلاس للتي راح يكون 1 على اس تربيع. سي اوف اس هي 1 على تي 1 زائد تي اس هاي الداله اللي هي فيرست اوردر سيستم راح نضربها في اللابلاس مال الانبوت سيجنال فتكون الداله بهالشكل. وباستخدام البارشال فراكشن اناليسيس راح نحاول نحول هاي العمليه من ضرب الى جمع. كمراجعة لبارشل فراكشن يقول لك دائما الفرضية بالبسط تكون كالتالي. إذا كان عندنا جذر متكرر مثلا هنا عندنا اس تربيع أي اكو عندي جذرين قيمتهم صفر موجودات بنفس المكان. من يصير عندي هيك جذر لازم أجزئه راح أخذ من أبدي بي من الواحد إلى أن أوصل إلى القيمة مالته يعني بي على اس زائد سي على اس تربيع. فرضا لو كانت هنا اس تكعيب هتصير عندي بي على اس سي على اس تربيع ودي على اس تكعيب. نفس الحاله اذا كان عندي هذا الجذر متكرر كل الحالات ابدي اقلل الى ان اوصل الى الاس.
زين، هسه هنا نحتاج نحسب هاي القيم اللي هي الـ A والـ B والـ C. الـ A قلنا هو الليمت مال S تقترب من القيمة للصفر، والقيمة للصفر هذا الجذر أو البولز مال هذا الفاكتور هو ماينس واحد على T. فمن نعوض ونختصر من هاي الجهة يبقى عندي بس واحد على S تربيع. لو عوضت بهاي القيمة ماينس واحد على T راح تصير إن الـ out الـ A قيمته T سكوير. أما الـ C راح نحسبه بالتخلص من المقدار S تربيع، أو نعوض بالـ S صفر لأنه هو S، فتصير عندنا قيمة الـ C واحد. الـ B هنا شوية حقيقة الـ B اللي هي معامل S هنا شوية بها صعوبة بالحساب، وهي لازم أنه لو عوضنا بالـ S راح يختفي عندي واحد من الأسات يبقى الـ S الثاني، لو عوضت بالصفر راح يصير عندي infinity وهذا نتفاضل. بهاي الحالة كطريقة يقول لك لازم تشتق الدالة وتعوض بيها بالليمت فراح تطلع على قيمة الـ B. هذه طريقة البارشال، طريقة البارشال فراكشن أناليسيس. بعد أن حسبنا الـ A والـ B والـ C راح نرجع نعوضهم بالمعادلة الأصلية اللي هي كانت الـ B واحد ماينس T، وال عندنا الـ A كان T سكوير، الـ C واحد والـ B هي ماينس T. بعد أن نعوضهم صارت المعادلة بهذا الشكل، نرجع ناخذ لابلاس ترانسفورم الانفيرس لهم، واحد على S تربيع يصير T، ماينس T على S يصير ماينس T، وعندي هذا المقدار T أنزله وهذا هو الجذر، العفو هذا المقدار هو E اس ماينس T على T. حقيقة هنا إذا انتبهتوا قسمت البسط والمقام على T حتى أحاول أخلي الـ S بدون أي مقدار هنا، حتى أحاول أرجعها إلى الـ exponential. مثل ما تذكرون باللابلاس E اس ماينس E اس AT وواحد على S بلس A، فحاولت أخليها نفس الصيغة حتى أرجع أخذ لللابلاس إنفيرس راح يتحول لهذا الشكل. هذا الإخراج بالسيستم لما تكون الإشارة الداخلة رام. لو رسمنا هاي الدالة هاي الرام، ولو رسمنا الإخراج مال السيستم راح يكون في هذا الشكل. إذا الإرر سيجنال راح تكون هي عبارة عن الإدخال ناقص الإخراج. الإدخال هو تي والإخراج هو T minus T capital plus T إس minus T على T. فالT والT راحت، T small والT small راحت، وصار عندنا هذا الإرر هذا قيمته. هذا الإرر في هاي المنطقة هو لحظي ترانزيت إرر انتقالي يسمونه. أما في لو أخذنا حسبنا الإرر بعد مرور زمن طويل راح نعوض هنا infinity في E إس minus infinity يكون صفر، وقيمة الايرور راح بعد الستيدي ستيت بعد مرور زمن طويل راح يكون قيمته تي. اي ان الستيدي ستيت ايرور هو ثابت وقيمته تي، وكلما قللت قيمة التي كل ما راح يقل هذا الستيدي ستيت ايرور. راح ناخذ اليونت امبلس ريسبونس لنفس هذا السيستم واحد على تي اس زائد واحد. مثل ما قلنا الامبلس ريسبونس الامبلس سيجنال هي اللابلاس مالتها واحد، وبعد تبسيط واخذ اللابلاس انفيرس راح يكون الريسبونس للامبلس هو واحد على تي في اي اس ماينس تي على تي، راح يكون بهذا الشكل. هنا لازم نتوقف ونفهم فد خاصية مهمة جدا. حقيقة كانت اذا ننتبه على طبعا هذه هنا important property of linear time invariant system، انه لو شفنا الاخراج او الريسبونس للرام فانكشن وقارناه ويا الستيم فانكشن راح نشوف انه الريسبونس للستيم فانكشن هو مشتقه الريسبونس للرام فانكشن. خلينا نشوف هاي الداله لو اشتقيت هذا الريسبونس للرام، اشتق التي هو واحد، مشتقه الماينس تي صفر، ومشتقه هذه المقدار تي اس ماينس تي على تي، ينزل الماينس واحد على تي والدالة تبقى نفسها هي اس ماينس تي على تي، فيختصر التي والتي تتحول الإشارة إلى سالب. ولو شفنا الريسبونس للستيب للإمبلس راح يكون هو المشتقة للريسبونس للستيب. لاحظوا
هاي الدالة لو اشتقها الواحد صفر ويبقى عندنا هذا الاكسبوننشال واشتقت الزاوية هي ماينس واحد على تي ماينس فيل ماينس واحد على تي يبقى عندنا في اي اس ماينس تي على تي وهذا هو الامبلس ريسبونس. بعدين تعرفنا على استجابة السيستم الفرست اوردر سيستم لاشارات مختلفة مثل الامبلس والستيب والرام وعرفنا انه اكو علاقة بيناتهم انه الستيب ريسبونس هو يكون مشتقة الرام ريسبونس والامبلس ريسبونس هو مشتقة الستيب ريسبونس. طبعا هذه علاقة تكون صحيحة في حالة انه كان سيستم لينير انفيرينت سيستم. راح نبدي بالسكند اوردر سيستم. حقيقة للسكند اوردر سيستم طبعا معادلاته بما انه من الدرجة الثانية راح يكون شوية بها اكثر تفاصيل. يعني اي سكند اوردر سيستم راح تكون الاوتبوت مالته الترانسفير فانكشن مالته كالتالي. طبعا هو سكند اوردر يعني اعلى اس هو 2 اكو عندي معامل للاس واكو عندي هذا الحد اللي هو اوميجا ان. في هاي المعادلة ظهر عندنا متغيرين الاول هو اوميجا ان والثاني هو الزيتا. فنتعرف على هذه المتغيرات. الزيتا is the damping ratio of the actual damping to the critical damping هي نسبة الإخماد الحقيقي إلى الإخماد الحرج. أما الأوميجا N فهو الـ undamped natural frequency. نتذكر أنه undamped natural frequency التردد الطبيعي الـ undamped الغير مخمد. السيستم حقيقة هو بالأساس كان بهالشكل ولكن بعد إضافة اليونيتي فيدباك عليه أصبحت المعادلة بهذا الشكل. المعادلة أكو بيها أستربيع بالمقام وعندنا معادلة من الدرجة الثانية هذه. طبعا هذه تحليلها راح يولد 2 بولز إلى 2 بولز. تمام. طبعا هكذا سيستم راح يكون بأكثر من بأكثر من ريسبونس وهذا هاي الأكثر من حالة راح تعتمد على قيمة الزيتة. إذا غيرنا بهاي قيمة الزيتة راح نحصل على سيستم بي أندر دامبت أو كريتيكال دامبت أو أوفر دامبت وأكو حالة رابعة راح نتحدث عنها بعد قليل. الأندر دامب اللي هو يكون به الإخماد قليل جدا وهاي الحالة راح تحدث لو كانت الزيتة بين الصفر والواحد. لو حللنا جذور مال المقام راح يصير عندنا بهذا الشكل. وهنا ظهر عندنا مصطلح جديد أو متغير جديد اللي هو الأوميجا دي. الأوميجا دي هو يسمونه بالدامب ناتشرال فريكونسي. تذكروا أنه الزيتة كانت أندامب ناتشرال فريكونسي بينما هذا هو الدامب ناتشرال فريكونسي. حقيقة هو اشتقناه من نفس المعادلة. أوميجا دي يساوي لنا أوميجا إن تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير. وهي هسه راح نبدي نشتق الاستجابة مال هذا السكند أوردر سيستم إلى الستيب فانكشن. راح تكون النتيجة طبعا الاشتقاق أنا ما خليته هنا وما مطالبين به. وإنما الإخراج لما تكون السكند أوردر سيستم لما يكون الأنبوت ستيب أنبوت راح تكون حسب هذه المعادلة. معادلة بها واحد ماينس عندنا دالة اكسبونينشال هنا وبين قوسين كوساين أو ساين. وممكن يكتب بهذه الصيغة ساين خارجي أوميجا دي تي زائد تان إنفيرس. طبعا هذه هي استجابة الأندر دامب سيستم. الأندر دامب سيستم لما تكون الزيتة بين الصفر والواحد. أما الكريتيكال دامب راح تكون معادلته بالشكل التالي سي أوف تي واحد ماينس اي اس ماينس اوميجا ان في تي قوس واحد زائد اوميجا ان في تي. الكريتيكال دامب يكون لما الزيت تكون واحد. اما الاوفر دامب اللي هو الاخماد يكون بعالي لما الزيت تكون اكبر من واحد. ومعادلته راح تكون سي اوف تي تساوي واحد ماينس اي اس ماينس زيتا ناقص تحت الجذر زيتا سكوير ناقص واحد الكل مضروب في اوميجا ان تي. الحالة الرائعة إذن هسه عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى لما الزيتا بين الصفر والواحد والحالة الثانية لما يكون الزيتا واحد والحالة الثالثة لما الزيتا أكبر من واحد. إذا كانت الزيتا ما بين الصفر والواحد يسمى بالأندر دام. أما إذا كانت الزيتا واحد قيمته راح يسمونه كريتيكالي دام. وإذا كانت أكبر من واحد يساوينا العفو يسمى بالسيستم يكون أوفر دام. لكل واحد من دول الحالات الثلاثة أكو إلى معادلة تصف الإخراج للستيب فانكشن. والحالة الرابعة اللي قلت لكم عليها هي لما تكون الزيتا واحد العفو صفر.
لأن هنا الزيتا ما ماخذين صفر، أكبر أو تساوي صفر، أكبر من صفر وأصغر من واحد. إذا لما تكون الزيتا صفر يطلع عندنا سيستم يسمونه بالأندامد، واللي هو يصير الأوتبوت مالتا أوسيليتد، وما راح يثبت، ما راح يثبت على، ما راح يستقر. إذا كانت الزيتا أكبر من صفر وأقل من واحد راح يسمى بالأندر دامب، وناخذ الحالة اللي هي الواحد يسمى بالكريتيكال دامب، وإذا كانت أكبر من واحد يسمى بالأوفر دامب. راح نتعرف على بعض المصطلحات اللي تصف الإخراج مال السيستم، بس قبل لا أشرح هذه المصطلحات خلي أراويكم الشكل هذا. لاحظوا هذا إخراج السيستم السكند أوردر لما يكون الانبوت هو ستيب فانكشن. لاحظوا هذا الانبوت بالشكل الأزرق، والأحمر هو الإخراج مال السيستم. لاحظ السيستم بالبداية بدأ يحاول يوصل إلى قيمة الواحد، فيبدي يزداد 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 إلى أن يعبر قيمة الواحد، ويسمى يسوي لنا هذا الشكل اللي يسمونه بالأوفرشوت، أي أنه عبر القيمة المرسومة إلها. بعد أن عبرها يبدي ينزل جواها ويبدي يتأرجح على هذه القيمة إلى أن يحاول يوصل إليها. زين، هنا يعني راح تطلع عندنا بعض المصطلحات، من ضمنها أول مصطلح يسمونه بالديلي تايم. الديلي تايم هو الزمن اللي يحتاج الإخراج حتى يوصل إلى نصف القيمة المرجعية اللي هي الرفرنس. قيمة المرجعية هنا للإنبوت ستيب، إذا الإنبوت واحد، إذا وصلنا إلى نصف الإشارة راح يسمى هذا الزمن يسمونه بالديلي تايم، اللي هو نوصل به إلى 50% من الإشارة. أما إذا الزمن اللي نحتاجه حتى لو نوصل إلى قيمة 100% من الإشارة يسمى بالرايز تايم، اللي هو هذا TR. بعدين عندنا الإشارة راح تعبر ممكن يصير به أوفرشوت، وهذا الزمن اللي نحتاجه حتى نوصل لهذه القمة، قمة الأوفرشوت، يسمى بالDP. أما المسافة اللي راح نعبر بها القيمة المحددة اللي هي هاي المسافة اللي هي أعلى قمة تسمى بالماكسيموم بوينت أوفرشوتينج. بعدها يبقى يتأرجح إلى أن يحاول يبدي يقترب هنا، يعني هنا ممكن يستقر وممكن يبقى مستمر بالأرجح. هذه تسمى بالأولاوبل توليرانس. بعض الأنظمة تصمم أن يكون القبول أنه 2% من القيمة الكلية، بعضها يكون 5%، ولذلك راح نضع قانونين إذا كانت التوليرانس 5% أو 2%. بعد أن اتهمنا هذه الرموز راح نجي على تعريفها الأساسية. أول تعريف الرايز تايم، يقول لك the time required for the response to raise from 10% إلى 90%. إذا هو الزمن المطلوب حتى يوصل السيستم إخراجه من 10% إلى 90% أو من 0 إلى 100%. طبعا هسه راح نشوف يمتى نستخدم من 10 إلى 90 ويمتى نستخدم من 0 إلى 100. of its final value، اللي هي المفروض طبعا إذا كانت step يكون final value 1، وإذا كان يعني حسب الإشارة الداخلة. for under damp second order system راح نستخدم من 0 إلى 100، أما إذا كان السيستم over damp راح نستخدم من 10 إلى 90. هاي عادي بالعادي يقول لك مستخدمة. الديلي تايم قلنا هو الزمن اللي يحتاجه السيستم حتى يوصل إلى 50% من قيمته النهائية. أما البيك تايم قلنا the time required for response to reach the first peak of the overshoot، الزمن اللي نحتاجه حتى لو نوصل إلى قمة الأوفرشوت، أول قمة بالأوفرشوت اللي هي تكون عادة الأعلى، مو عادة دائما تكون الأعلى. maximum percent overshoot اللي هي الـ MP، اللي هي قلنا القمة اللي تصير أعلى من الـ reference input. the maximum peak value of the response curve measured from unity. if the final steady state value is respond different from unity then it's common to use the maximum percent overshooting. هو لها قانون اللي يقول لك الـ percent of maximum overshoot هي أعلى قمة ناقص الـ steady state على الـ steady state. أما settling time قلنا هو الزمن اللي نحتاجه للوصول إلى حالة الاستقرار، وهنا أكو عندنا حالتين من الاستقرار أو allowable tolerance 2% و 5%. يعني لاحظ هنا settling time هو الزمن من بداية الـ response إلى أن وصلنا إلى هذه المنطقة اللي هي يكون الإرر بها مقبول. حقيقة هنا كل هاي الرموز اللي تعرفنا عليها والـ variables
راح نعرض القوانين اللي تحسبها. أول شيء قانون الريس تايم. قلنا الريس تايم أذكركم به هو الزمن المطلوب للوصول إلى 100% من قيمة الإشارة. حقيقة هذا قانون يقول باي ناقص بيتا على أوميجا دي. الأوميجا دي هي الدامب ناتشرال فريكوانسي، أما البيتا فهو مصطلح رمز أول مرة يعرض علينا. على مود نفهم البيتا خلينا نرجع للأس دومين. أس دومين وإلى جذور الدالة اللي هي البولز. هذه البولز في الأس دومين راح تكون متكونة من جزئين، جزء حقيقي وجزء خيالي. هذا البولز طبعا هي بما أنه السيستم سكند أوردر راح يكون بي 2 بولز، واحد هنا واحد بالأسفل معاكس إله. المسافة من نقطة الأصل إلى البول هي الأوميجا إن اللي تسمى بالأندام ناتشرال فريكونسي. أما الجزء الحقيقي من هذا الجذر هو السيجما، والجزء الخيالي هو أوميجا دي. والجذور راح تكون ماينس سيجما مرة زائد جي أوميجا دي ومرة ناقص جي أوميجا دي. الأوميجا دي اللي هو الدامب فريكونسي قلنا هو قانونه هو أوميجا إن في جذر واحد ناقص زيتا، أما السيجما قانونها هي زيتا في أوميجا إن. إذن إحنا نعمل بالقانون يقول الريس تايم هي باي ناقص بيتا، والباي ناقص بيتا إذا كانت هذه الزاوية هي بيتا، إذن الباي ناقص بيتا هي راح تكون الزاوية منا إلى هنا. على مود نحسب هذه الزاوية ممكن ناخذ المقابل على المجاور وناخذ تان إنفيرس. حقيقة المقابل عندنا هنا هو أوميجا دي والمجاور هو سيجما. إذن نقدر نعوض عن هاي القيمة تان إنفيرس أوميجا دي على ماينس سيجما. إذا طلعنا الواحد على أوميجا دي خارج قوس. أما البيك تايم اللي هو تي بي قانون باي على أوميجا دي. الماكسيمم أوفر شوتينج راح يصير قانونه إي أس ماينس باي في زيتا على جذر واحد ناقص زيتا سكوير. أو نقدر نعوض عنه بإي أس ماينس باي سيجما على أوميجا دي. طبعا هذا القانون هذا التحويل أخذناه من هذه العلاقة. إذا عرفت أنه السيجما هي زيتا في أوميجا إن والأوميجا دي هي أوميجا إن في تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير. السطلينج تايم إنه هو الزمن اللي توصل به الإشارة إلى حالة الاستقرار أو الإرار المقبول 2% أو 5%. لاحظوا بال 2% القانون راح يصير 4 على سيجما أو 4 على زيتا أوميجا إن. أما بال 5% يكون 3 على سيجما أو 3 على زيتا أوميجا إن. لحد هنا قبل لا نبدأ نطبق أمثلة عملية راح أراويكم فيديو يراويكم جزء من حالة الاستقرار في مثال بسيط مكون من مغناطيس وقطعة من الألمنيوم، وبعدها نرجع نحل أمثلة على هذا الموضوع. لاحظ عندنا تجربة بسيطة هنا عبارة عن مسطرة خشبية مثبتة من الأعلى وبها قطعة مغناطيس متحركة. أكو قطعة عندنا ألمنيوم، هذه قطعة مال ألمنيوم تعرفون أنتم هي ما تنجذب إلى المغناطيس، ولكن عندما يتغير المجال المغناطيسي بالقرب من عنده فراح تأثر عليه قوة إخماد وحسب قانون لورنز. بالبداية كانت قطعة الألمنيوم بعيدة عن قطعة المغناطيس، ونلاحظ أنه القطعة كانت تتحرك بحرية أكثر، وهنا كانت عندنا مثال على حالة الأندر دامبد. كل ما نقرب قطعة المغناطيس أكثر راح نلاحظ أنه قطعة الإخماد يكون أعلى، وراح نقترب من حالة الأندر دامبد إلى حالة الكريتيكال دامبد ومن ثم إلى حالة الأوفر دامبد. كل ما نقرب المغناطيس أكثر كل ما هذا الإخماد راح يزيد، وراح نلاحظ أنه الأوفر شوت يقل وبنفس الوقت الريس تايم يزداد. فهنا لاحظوا هسه حاليا صارت المسافة 6 مليمتر، الأوفر شوتينج قل والريس تايم دي يزيد. تبقى هذه هنا الحقيقة قرار للمصمم انه اذا يريد الإخماد عالي معناته راح يصير عنده أوفر شوتينج اقل، بس بنفس الوقت السيتلينج تايم راح يزيد ووصوله الى حالة الاستقرار راح يكون أبطأ. لاحظوا هنا صارت المسافة 2 مليمتر، لاحظوا الأوفر شوتينج تقريبا اختفى
ولكن الريزنج تايم أصبح بطيء. هذه 1.5 ملليمتر. هنا صار عندنا فتشي أقرب إلى الأوفر دام، يعني حتى أوفر شوتينج ما عندي، وهاي الحالة اللي تحدثنا عنها وقلنا عندنا بالأوفر دام الريزنج تايم يحسب من 10% إلى 90%. حقيقة مثال شفته، يعني حقيقة يعني يبسط فهم الموضوع، فحبيت أعرض عليكم. نروح هسه إلى حل الأمثلة. في هذا الجزء راح ناخذ مثال بسيط، نحاول نستخدم أكثر عدد من القوانين الموجودة. حقيقة هنا عندي second order system، معامل الإخماد 0.6، أي أنه يعمل بالأندر دام and omega n قيمته 5 radian per second. المطلوب الرايز تايم، البيك تايم، الماكسيموم اوفر شوتينج، والسيتلينج تايم. بدايه راح نبدي بالمعلومات المتوفره. الزيتا 0.6، الاوميجا ان 5. اول شيء راح نحتاج نحسبه هو الدامبد ناتشرال فريكوانسي. قانونه بسيط يقول اوميجا ان جذر 1 ناقص زيتا سكوير، وبتعويض قيمه الاوميجا ان والزيتا راح يطلع قيمته 4. اما السيجما فقيمتها الزيتا في الاوميجا ان، وقيمتها هنا راح تطلع 3. ليش حسبنا دول الاثنين؟ لانه من ما طول بالسؤال طالب الريز تايم نحتاج قيمة البيتا، والبيتا نقدر نحسبها عن طريق هذا القانون، هي تان انفيرس اوميجا دي على سيجما المقابل على المجاور. طلعت عندنا قيمة البيتا 0.9.3 راديان. الباي اذا الريز تايم راح يكون قيمته باي ناقص بيتا على اوميجا دي. هنا لازم تنتبه انه الباي هو 3.14 ناقص قيمة البيتا على اوميجا دي اللي هي قيمتها 4، راح يطلع لنا الريز تايم 0.55 سكند. اما البامب بيك هو باي على اوميجا دي، راح نقسم 3.14 على 4، راح تطلع لنا قيمة الزمن اللي نحتاجه من لحظة من الزيرو الى اعلى قمة. اما اعلى قمة قيمتها كبيرسنت نسبة مئوية راح نقدر نحسبها عن طريق هذا القانون، اي اس ماينس باي في سيجما على اوميجا دي، وبالتعويض تطلع عندنا القيمة 0.095، اي عندنا صار اوفر شوتينج مقداره 9.5%. السيتلينج تايم حقيقة بي قانونين، قانون ال 2% قانون ال 5%. ال 2% هو 4 على سيجما، اما ال 5% راح يكون 3 على سيجما. فاللي راح يصير عندنا، لاحظوا ال 5% راح يوصلها ب 1 سكند، اما ال 2% راح يحصلها 1.33 سكند، اي بتاخير بين ال 5% لل 2% مقداره 0.33 سكند. بعدها راح نبدي نحلل الامبلس ريسبونس للسكند اوردر سيستم. يعني بالمثال السابق تحدثنا عن الستيب ريسبونس، وقلنا اكو عندنا اخذنا ثلاث معادلات، معادله الاندر دام والكريتيكال معادله والاوفر دام معادله. نفس الشيء راح يكون بالنسبة للإمبلس ريسبونس. حقيقة اكو 3 معادلات. المعادلة الأولى راح تكون إلى الأندر دام اللي هي الزيت تكون من 0 للـ1، وقانونها راح يكون بالشكل التالي: أوميجا إن على جذر 1 ماينس زيتا سكوير في إي أس ماينس زيتا أوميجا إن تي في ساين أوميجا إن جذر 1 ماينس زيتا سكوير في تي، هاي لكل قيم التي أكبر من 0. أما إذا كانت الزيتا 1 فراح يكون القانون كالتالي: C of T أوميجا N سكوير في T في E أس ماينس أوميجا N في T. أما إذا كانت الزيت أكبر من 1 راح يكون القانون بالشكل التالي. حقيقة هاي 3 معادلات تصف استجابة السكند أوردر سيستم للإمبلس ريسبونس، وهذه القوانين نقدر نحصل عليها بطريقين: أما بالاشتقاق المباشر، اي انه ناخذ الترانسفير فانكشن ونضربها في الانبوت سيجنال اللي هي الامبلس، وبعدها ناخذ لها لابلاس انفيرس لمختلف قيم من الزيتا، او عندنا حل ثاني. الحل الثاني انه عندنا المعادلات مال الستيب، ممكن نشتق هذه المعادلات، يعني نشتقها دي اوفر دي تي، وراح نحصل على الامبلس ريسبونس مثل ما تحدثنا في بداية المحاضرة. احنا نقول الامبلس ريسبونس هو مشتقة الستيب ريسبونس، والستيب ريسبونس هو مشتقة الرامب ريسبونس، وهكذا.
هذا الحكي. هنا نلاحظ عندنا الاستجابة للإمبلس ريسبونس تختلف عن الاستجابة للستيب ريسبونس. لاحظ أنه إحنا الإمبلس ريسبونس هي نبضة تظهر بالصفر وتختفي. بعد أن تختفي هاي النبضة راح يكون استجابة السيستم مثل ما تشوفون يصير بي أوفر شوتينج ويبدي يتأرجع حول الصفر وإلى أن يثبت على الصفر مثل الفيديو اللي شفناه، راح يبدي يتحرك ومن ثم يثبت. The area under the unit pulse curve from T0 to the time of the first zero is 1 minus MP. إذا هاي المساحة، هاي المساحة كلها المظللة هي قيمتها 1 زائد MP. Where MP is the maximum overshooting for the unit step response. The peak time TP هالمرة corresponding to the time to the unit impulse response. The first crossing time. هالمرة كنا من الساعة التي بي نحسب الزمن من البداية إلى الأعلى القمة، بس بالإمبلس راح نحسبه من الصفر إلى أن يعبر هذا التي أكسس أو لأول مرة. بقى عندنا لازم نعرف أنه الماكسيموم أوفر شوتينج راح يكون بهاي النقطة، والزمن اللي يحصل به هذا الماكسيموم أوفر شوتينج. وراح نتعرف على القانونين الجديدة، الزمن اللي يحدث به الماكسيموم اوفر شوتينج بالاندر دام هو هذا القانون تان انفيرس جذر 1 ماينس زيتا سكوير على زيتا على اوميجا ان في 1 ناقص زيتا سكوير. اما اعلى قمة راح توصل لها الاشارة في السي اوف تي ماكسيموم اللي هي الاوميجا ان في اكسبوننشال ماينس زيتا على جذر 1 ناقص زيتا سكوير في تان انفيرس جذر 1 ناقص زيتا سكوير على زيتا. لو لاحظ من ضمن القانونين الزمن والاوفر شوتينج ماكسيموم اوفر شوتينج الاثنين يعتمدون على نسبة معامل الاخمال والاوميجا ان. واذا يعني نرجع للفيديو اللي لاحظناه انه كل ما يزيد الاخماد كل ما هذا البنادول اللي يتحرك راح تقل به الاوفر شوتينج وراح ما يبتعد وانما راح يرجع الى نقطة الاستقرار بشكل اسرع. يعني اذا هسه اذا وردنا نلخص الكلام اللي تحدثنا بيه، احنا عندنا سكند اوردر سيستم حسبنا الاستجابه مالته للامبلس ريسبونس وللستيب ريسبونس للستيب انبوت. شفنا انه السيستم الريسبونس مالته بالنسبه للامبلس ريسبونس يعتمد على قيمه الزيته، وعرفنا الزيته هي معامل الاخمال نسبه معامل الاخمال، وقلنا اكو عندنا ثلاث هنا في هاي الحاله عندنا ثلاث إخراجات. الإخراج الأول يسمى لما كانت الزيتة بين الصفر وبين الواحد، وهذا يسمى بالأندر دامت. أما إذا كانت الزيتة واحد اللي يسمونه بالكريتيكال دام راح يكون الإخراج حسب هذه المعادلة. إذا كانت الزيتة أكبر من واحد بالأوفر دام راح تكون هذه المعادلة. أما بالنفس السيستم اللي هو سكند أوردر سيستم لما تكون الإنبوت ستيب يونت ستيب راح تكون معادلاتها بالشكل التالي. في حالة الأندر دام الزيتة بين الصفر والواحد تكون هذه المعادلة مالته، وفي حالة الزيتة تكون قيمتها واحد اللي هي كريتيكال دام تكون هذه المعادلة، وبالأوفر دام هذه المعادلة. أما بالزيرو دام أو الأندام تكون الإخراج مالته بهذا الشكل. لاحظوا هذا الشكل يمثل إخراج الستيب أنبوت للسكند أوردر سيستم لمختلف قيم زيتة. لاحظوا إذا كانت حالة الزيتة واحد اللي كريتيكال دام يكون الصعود بطء ولا يجد عندنا اوفر شوتينج، ما يصير عندنا صعود. اما اذا كانت الزيتة 2 اللي هو الاوفر دام اللي هو الاخماد يكون بيه عالي يكون الصعود بطيء جدا. اما بحاله الاندر دام قيمه الزيتة ما بين الصفر والواحد يصير عندنا اوفر شوت، لكن الوصول الى النقطه المطلوبه اللي يعني الريفرنس بوينت يكون اسرع، بس المشكله مالته هو الاوفر شوت. في حالة انه الزيتا واحد يصير اندامد، وبهاي الحالة راح يكون السيستم غير مستقر، اي تكون قيمة السيستم متأرجحة ما بين الصفر والاثنين، وهذا طبعا راجع للقانون الاساسي مالته اللي هو يقول واحد ناقص كوساين اوميجا ان في دي. مثل ما تعرفون كوساين اي زاوية راح يكون قيمة متغيرة ما بين السالب واحد والواحد. اذا كان هذا الكوساين قيمته واحد راح يكون الاخراج صفر، واذا كان قيمته سالب واحد راح يكون قيمة الاخراج اثنين. ولذلك يشوفون الإخراج في حالة الزيتا الصفر متأرجح ما بين الصفر والاثنين.
حقيقة أنا حاولت أوضح الرسم هذا بشكل أكثر، فاستخدمت السيمالينك مال ماتلاب حتى أبين لكم هذه الإخراجات. أخذت 4 أنظمة لكل واحد زيته مختلفة. Second order system مبين إنه الأس تربيع. الهنا فيها الأوميجا إن كانت قيمتها 1. بس الإن حافظ خلاص أصغرها شوي. تمام. أوكي. لاحظوا عندي هنا الانبوت، الانبوت هي ستيب يونت ستيب، عندي 4 أنظمة، هاي الـ4 أنظمة تنطي هذا لهذا المالتيبلكسر، ومن ثم هذه الإشارة راح تروح للأوليسيسكوب، وبنفس الوقت راح أخذ الانبوت سيجنال حتى أرسمها وياهن حتى أقارن بيناتهم. في السيستم الأول اللي يشوفونه الزي تقيمتها 2، وبالتالي فهذا السيستم هو أوفر داون. هذا طبعا مبين من هاي القيمة مهام الأس هي 4، الأربعة هي جاية من 2 في زيتا في أوميجا إن، بما أنه الأوميجا إن 1 إذن الزيتا قيمتها 2. في هذا السيستم الزيتا قيمتها 1، وهذه لأنه المعامل 2، يعني 2 في 1 يطلع لنا 2. أما في السيستم الأخير العفو الثالث اللي هو بالأندر دام، خليت الزيتا قيمتها 0.25، والسيستم الأخير اللي هو الأندام خليت قيمة الزيتا 0، ولذلك معامل S غير موجود. لو سوينا سيميليشن لهذه الدائرة وشفنا النتائج على الأوليسيسكوب راح نشوفها بالشكل التالي. حاول نصغرها شوية. حتى نشوف. بس الصراحة. عندنا 4 5 كيرفات. الكيرف الأول اللي هو باللون الأصفر، لاحظوا هذا اللي يسمونه الأوفر دامبت. أما الكيرف اللي باللون السمائي اللي هو الكريتيكال دام، اللون البرتقالي الاوفر دام بي اوفر شوت، اما اللون الاخضر اللي هو الاندام. لاحظوا يتارجح ما بين الصفر وبين الاثنين. اما الستيف فهي الريفرنس بوينت اللي احنا ريد السيستم يروح عليه. نفس هذه الدائره اخذتها سويت لها سيميليشن للامبلس ريسبونس. نفس السيستم اخذت له انبوت ستيب ستيب، بعدين اشتقيتها حتى احولها الى امبلس ريسبونس، كون ان السيميلينك لا يوجد بي امبلس ريسبونس مباشرة، وحاولت ارسم الاوتبوت لهذه الاشارات. حاول نزغرها شوي حتى تطلع بحدود التسجيل. لاحظوا عندي اللون الاصفر اللي هو بالأوفر دامب، أما اللون الأزرق اللي هو الكريتيكال دامب، اللون البرتقالي اللي هو الأندر دامب، أما اللون الأخضر فهو اللي هو الأند دامب، ولذلك راح أشوفه يتأرجح من الأعلى للأسفل. يعني هذا المثال مال التأرجح، تخيلوا لأنه نفس المثال مال البنادول، لو ماكو احتكاك هواء ولاكو أي تأثير خارجي على هذا البنادول، لو كان بالفضاء وانطيته بلس وخليته يتحرك، سيستم بهاي الحالة راح يكون بين بدون ماكو اي اخماد او اي فريكشن، وبالتالي هذا البنادول راح يبقى يهتز ويعتبر السيستم هنا انستيبل. حقيقة بقت عندنا شغلة بسيطة اللي هي حل امثلة اكثر على هذا الموضوع. راح ناخذ 3 امثلة. في هذا المثال يقول في هذا المثال عندي مثال عندي هذا السيستم given system and its output response as below. عندي هذا السيستم وهذا الإخراج مالته. لاحظ بالمثال هنا يقول الأوفرشوت، في هذا المثال الأوفرشوت عندي قيمته 0.254، وحصل هذا بعد 3 ثواني at 3 seconds. من ضمن المعلومتين نحاول نصمم السيستم حتى يكون اخراجه بهذا الشكل. حقيقه الماكسيمم اوفر شوت نستفاد من عنده، حيث ان قانون الماكسيمم اوفر شوت يعتمد مباشره على الزيتا. هذا الماكسيمم اوفر شوت اي اس ماينس باي في زيتا على واحد على تحت الجذر 1 ناقص زيتا سكوير، اي ان الماكسيمم اوفر شوت يعتمد مباشره على قيمه الزيتا. وبعد تبسيط هذه الدالة تطلع عندنا زيتا قيمتها 0.4. طبعا وهذا الشيء متوقع انه راح تكون قيمة الزيتا ما بين الصفر وبين الواحد، لانه السيستم بي اوفر شوت.
التي بي قانونها يقول هو باي على أوميجا دي، والأوميجا دي هي أوميجا إن في جذر واحد ناقص زيتا سكوير. واحد ناقص زيتا، الزيتا عندنا موجودة من المطلب من المعلومة الأولى طلعناها، والتي بي عندي 3 سكند. إذا من ضمن المتغيرين معلومة أصبحت عندي المجهول الوحيد بهاي المعادلة هو الأوميجا إن، فراح يطلع عندي الأوميجا إن 1.14. إذا لو نرجع للسيستم ونحسب ال الفيدباك ريسبونس مالته، راح نشوفه هو K على T في S سكوير زائدا S زائدا K، وهذا المقدار اللي راح لازم نحوله إلى نفس المعادلة الأصلية. المعادلة الأصلية تقول لازم يكون معامل S تربيع بدون أي قيمة، وبالتالي لازم نتخلص من القيمة اللي هي موجودة في معامل S سكوير. على مود نتخلص من هاي القيمة لازم نقسم الدالة كلها على T، وبالتالي الباس راح يصير K على T على S سكوير زائدا S على T زائدا K على T. لو قارنا هاي المعادلة بالمعادلة الأصلية اللي تقول هي الباست أوميجا N سكوير على S تربيع زائدا 2 زيتا أوميجا N في S زائدا أوميجا N سكوير، راح نلاحظ أنه الباست هو K على T يساوي الأوميجا N سكوير. إذن الأوميجا N جذر K على T، بالإضافة إلى 2 زيتا أوميجا N قيمتها 1 على T. الزيتا معلومة والأوميجا N معلومة، من هذين الاثنين المعلومات راح نعرف قيمة T. لو عوضنا التي في هذه المعادلة والأوميجا إن معلومة راح نطلع قيمة الكي. إذن هذه قيمة الكي والتي اللي راح تخلي السيستم مالتنا الريسبونس مالته في هذا مثل هذا الشكل. عندنا مثال آخر determine the value of k. الكي هو واحد من المتغيرات اللي موجودة في هذه الدائرة، كي كابيتال وكي سمول. الكي كابيتال موجود في هذا البوكس والكي سمول موجود بالفيدباك. فالمطلوب بالسؤال نحسب قيمة الـ K capital والـ K small اللي تخلي الـ maximum overshooting قيمته 25%. And the peak time is 2 seconds. افرض انه قيمة J واحد، J موجود في هذه الدالة. في مثل هكذا سؤال المعطيات 2، maximum overshoot قيمته 25% والزمن اللي يتحقق به هذا اللي هو TB 2 seconds. اول شيء نسويه في مثل هذا ما هكذا اسئله لازم نحسب الترانسفير فانكشن الكليه. طبعا نحسبها عن طريق التبسيط، راح ناخذ هذا كلوز لوب سيستم نحسب الفيدباك لوب مالته، وبعدين نضربه في 1 على اس، وبعدين نرجع ناخذه ويا هذا اليونيتي فيدباك. بعد اجراء هذه العمليه راح تكون الداله ترانسفير فانكشن لهذا السيستم ككل بالشكل التالي. راح نعوض بالجي 1 حسب ما قال لنا بالسؤال، وراح نبدي نقارن بالمعطيات اللي موجودة عندنا. حقيقة بالسؤال هو قال لنا الماكسيموم اوفر شوتينج قيمته 25%، وهذا القيمة مالته راح نقدر نستخدمها حتى نحسب قيمة الزيتا. مثل ما قلنا قيمة الماكسيموم اوفر شوتينج معتمدة مباشرة على الزيتا، وبتعويض بهذه المعادلة راح تطلع عندنا الزيتا 0.404. التي بي قانونه باي على اوميجا دي، منها من التي بي راح نحسب الاوميجا دي، ومن الاوميجا دي راح نحسب بتعويض بالقانون مالتها راح نحسب الأوميجا N. طبعا نقدر نقول مباشرة هنا باي على أوميجا N في جذر واحد ناقص زيتا سكوير. كل الحالات راح تطلع عندنا الأوميجا N 1.72 راديان بير سكند. بعد ان حسبنا الأوميجا N والزيتا راح نقدر نقارنهم بهاي المعادلة. عندنا الكي كابيتال في الكي سمول، هو قيمته الكي كابيتال هو يساوي لنا الأوميجا N سكوير. إذن لو أخذنا الأوميجا N وربعناه راح نحصل على قيمة الكي كابيتال. أما الكي كابيتال في الكي سمول بالمقارنة بالمعادلة الأصلية هو 2 في زيتا في أوميجا N. إذن نقدر نقول الكي سمول هو 2 في زيتا في أوميجا N على الكي كابيتال حسب هذه المعادلة اللي يقوله الكي كابيتال في كي سمول يساوي 2 زيتا أوميجا N، وبالتعويض بقيمة الكي كابيتال راح تطلع لنا الكي سمول 0.471. إذا لو عوضنا بالكي كابيتال 2.95 بالكي سمول 0.47، يعني لو خلينا هنا امبليفاير وهنا امبليفاير، راح يكون السيستم الماكسيموم اوفر شوتينج مالته 25% ويحدث بعد 2 سكند. طبعا هاي المعادلة مهمة جدا،
وهي تصف السكند اوردر سيستم، هاي دائما نحتاجها على مود نقارنها بالمعادلة الأصلية. المثال هذا يقول لك consider a closed loop system الفانكشن مالته هذه find the value of zeta and omega n so that the system respond to the step input with 5% overshoot and settling time after 2 seconds use the 2% accepted error tolerance لاحظوا احنا بكل الامثله السابقه ما احتاجين هاي المعادلات المعقده اللي تصف الاخراج، وانما اعتمدنا على هذه القوانين البسيطه. يريد هو اوفر شوتينج 5%. من الاوفر شوتينج واستخدام القانون مالته استخرجنا قيمه الزيت. اما معطينا السيتلينج تايم اللي هو قيمته 2 سكند وقالين لنا استخدم تولرانس 2%. بال 2% راح يصير قانون 4 على سيجما او 4 على زيتا اوميجا. طبعا لو قالين نستخدم 5% راح تصير هاي قيمتها 3. اذا بعد استخدام الاربعة على زيتا اوميجا ان من هاي المقدار عندنا السيتلينج تايم معلوم بالسؤال، وعندنا الزيتا استنتجناه من الماكسيموم اوفر شوتينج، بقى المجهول الوحيد هو الاوميجا ان وطلعت قيمتها 2.898 وهو المطلوب، هو رايد الزيتا والاوميجا ان بالسؤال. عندنا مثال اخر، عندنا هذا السيستم، هذا السيستم اللي كانت الدامج ريشيو اي زيتا 0.158 والاوميجا ان كانت مالته 3.16. طبعا هذا اداء مو جيد فردنا نحسنه فدخلناه بداخل في السيستم اكثر، يعني هذا السيستم خلينا فيدباك هنا قيمته كي اتش وحلينا فيدباك على السيستم ككل كمحاوله لتحسين اداء السيستم. المطلوب بالسؤال ايش قد قيمة ال KH حتى تحسن اداء السيستم. Determine the value of KH so that the damping ratio of the system is 0.5. يعني damping ratio كانت قيمتها damping ratio كان قيمتها 0.158 تمام، فمعناته هذا السيستم بي اندر دام بي كان بي اوفر شوتينج عالي، ردنا نضيف ضفنا هذا الفيدباك حتى نزيد الاخماد مال السيستم. طبعا هذا حاولوا تحلونه وراح تطلع قيمه ال كي اتش 0.216. بكل بساطه حله راح يكون كالتالي، نبسط هذا السيستم ونطلع المعادله الرئيسيه مالته وبعد مقارنتها بالمعادله الستاندر واستخدام الزيت قيمتها 0.5 راح تطلع لنا قيمه ال KH. وصلنا إلى نهاية المحاضرة، نشكر حسن استماعكم، بالمحاضرة القادمة راح نتحدث عن الستيدي ستيت ايرور. شكرا جزيلا.